في دعاء القنوت أن يجتنب الوصف. وقد قال جمع من أهل العلم إنه إذا أخرج الدعاء في الصلاة إلى الوصف فإن صلاته تبطل. كيف بالوصف؟ يعني يأتي في القنوت وبدل أن يدعو يذهب إلى أن يصف، ثم يأتي مثلا إلى الموت ويبدأ يذكر وصف الميت كيف يموت، أو وصف القبر بخمس ست جمل سبع جمل، وهي ليس لها علاقة بالدعاء، هي وصف زائد على الدعاء. قد قال جمع من أهل العلم إنه إذا وصف في دعائه شيئا وصفا مقصودا فإنها تبطل صلاته، لأن الصلاة للدعاء وليست للأوصاف. كيف وإذا كان الناس سيؤمنون؟ كيف وإذا كان يريد بهذا الوصف أن يحول القنوت إلى وعظ؟ هذا لا شك أن صلاته على خطر. القنوت ليست كلمة وعظية، القنوت عبادة فيها الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الدعاء هو العبادة. فإذا كان يريد أن يكون القنوت وعظا أو ربما تحميسا أو ربما بكاء، يقصد هذا من دعائه، يعني أن يكون وعظا وأن يكون تذكيرا أو أن يكون تحميسا أو نحو ذلك، فهذا يعرض صلاته للبطلان على قول جمع من أهل العلم. الدعاء فيه الخشوع، في ذكر المطلوب من الله جل وعلا، في ذكر فيه الذل، فيه الخضوع. أما يعظ هذا ليس محل وعظ، الصلاة ليست محل وعظ، الوعظ في الخطبة، الوعظ في الكلمات، أما القنوت فليس بمحل وعظ. ويجب أيضا على الإمام والمؤذن أن يتعاونوا في ذلك وأن ينبه بعضهم بعضا في ذلك، وكذلك الجماعة ينبغي لهم أنهم إذا رأوا الإمام أخرج الدعاء عن مقصوده إلى وعظ أو وصف أو حماس أو نحو ذلك، فقد أخرج الدعاء عن محله.